أستاذ نعمان طرشة، إلى أي مدى ستؤثر هذه الحادثة، صور الطفل إيلان التي هزت العالم؟ هل يحتاج العالم أو تحتاج الإنسانية إلى صدمة من هذا النوع للتحرك؟ للأسف الضحايا هم أنفسهم من البداية حتى النهاية. يحاول اليوم المجتمع الدولي أن يتداعى ليحل نتائج ما يحصل في الشرق الأوسط وفي أفريقيا. للأسف الدول الأوروبية تتخبط لأن الأعداد الهائلة التي تطرق أبوابها ربما هي التي دفعتها إلى ذلك. الصور، الرحمة على جميع الشهداء طبعا، والرحمة على هذا الملك الصغير. هناك الكثير من الضحايا لم نستطع رؤية صورهم، وأخبارهم تصل وتصل للرأي العام وتصل للإعلام، لكن لم يحرك أحد ساكنا. للأسف الحقيقة أن الدول الأوروبية لا تتحرك فقط من ناحية عاطفية، الناحية الاقتصادية والناحية ناحية مصالحهم هي التي تدفعهم اليوم للتحرك أكثر منها. هم أكثر منا عقلانية وأكثر منهم منا براغماتيكية يمكن. لذلك نحن ننفعل ربما على صورة هم يفكرون ما يتوجب عليهم فعله طبعا تبعا لمصالحهم فقط. طيب أستاذ نعمان طرشة، إذا فيه تحرك ولو بسيط ولو محدود يعني، أو جاء متأخر من بعض الدول الأوروبية مقارنة بدول عربية هي قريبة من سوريا على غرار الدول الخليجية؟ طبعا نتحدث عن ناحيتين، ناحية موضوع اللاجئين السوريين. أغلب هؤلاء اللاجئين لا يأتي طبعا من سوريا مباشرة، بل يأتي من دول الجوار، وبشكل خاص من تركيا ومن شمال أفريقيا. نتحدث عن ليبيا خارج السيطرة وحدودها مفتوحة طبعا على أوروبا، وهي مركز الأساسي لانطلاق المهاجرين وبشكل خاص السوريين. تركيا هي الممر الثاني وهو المعبر، إن كان بحريا وإن كان عبر البر. مشكلة اللاجئين اللي يتباكى عليهم الأوروبيين اليوم، اللاجئين السوريين بشكل خاص، أن جميع هذه الدول طبعا هي مما يسمى أصدقاء، مجموعة أصدقاء سوريا. نعم. يتباكون على السوريين وبنفس الوقت يتناسون أن مسؤوليتهم كانت منذ البداية أن لهم يد في تأجيج الصراع إن كان لم يكن بتدخل مباشر. موضوع اللاجئين طبعا، وصول اللاجئين السوريين أمر صعب جدا إيقافه، لأن غريزة البقاء تدفع. لا يمكننا لوم الناس على الهروب ومحاولة النجاة بحياتها، فلا يوجد في الأفق حاليا أي مشروع عملي لحل المشكلة الأزمة السورية، وهذا ما دفع الكثير من العائلات للهرب. طبعا من ناحية موضوع الاتفاق الأوروبي والعلاقات الأوروبية، مشكلة أوروبا أنها كنا نقول هذا الكلام عن العرب، لكن أثبت الأوروبيين أنهم يشبهون أكثر مما نحن عليه في الأنانية والمصالح، فاتفق الأوروبيين على أن يتفقوا. طبعا موضوع قضية شنغن وحرية الحركة بين نعم. الاتحاد الأوروبي تجبر الأوروبيين على فتح حدودهم ولحرية الحركة، تجعل صعب من الصعب طبعا إيقاف هذا. طيب أستاذ نعمان، رئيس الوزراء فقط البريطاني، كنت تسمعني، ديفيد كاميرون أعلن اليوم أن بلاده ستتحمل مسؤوليتها الأخلاقية تجاه أزمة اللاجئين. كذلك هو شدد على ضرورة التوصل إلى حل شامل للأزمة. فيه كذلك بعض من المنظمات البريطانية، منظمة أنقذ الأطفال، قالت أن بريطانيا يمكنها وحدها أن تستقبل 10,000 لاجئ سوري لحد الآن. لنأخذ صورة واضحة على الموضوع، الاجتماع الأخير الذي عقده رؤساء الدول والحكومات الأوروبية اتفقوا فيه، توصلوا الاتفاق على 40,000. اليوم يتحدثون عن 200,000 يجب توزيعهم، إعادة توزيعهم على الدول. طبعا الكثير من الدول لم توافق، وكاميرون أولها. كاميرون رئيس الوزراء البريطاني اليوم تعرض لانتقادات كثيرة، لأن موقفه اليوم واستغلاله لصورة الطفل الرضيع هي طبعا بشكل خاص تتجه نحو الانتخابات التي يجريها، وهذا ما يجعل الكثير من الحكومات عاجزة عن أخذ قرارات لأنها تخاف من الناخب الداخلي، ومشكلتها الأساسية هي الوضع الداخلي لديها والانتقادات تتعرض لها، وطبعا ضغط الأحزاب المعارضة التي تنتقدها.
سواء بانعدام سياسه واضحه، سياسه خارجيه واضحه نحو الشرق الاوسط، عجزها عن معالجه موضوع اللاجئين، وبشكل خاص عجزها عن معالجه الازمه السوريه. المشكله هي بلدان الاستقبال وبلدان الوجهه. الكثير من اللاجئين يصلون الى ايطاليا بشكل خاص والى اليونان، طبعا بسبب حدودهم، ايطاليا شبه جزيره فحدودها البحريه مفتوحه. طيب استاذ نعمان، فقط نواصل الحديث عن الجانب الاخر، فقط لو سمحت، الجانب الاخر من الصورة الأوروبية، يعني ليست فقط الصورة الحسنة، صورة سوء المعاملة التي يقابل بها الشرطة وتقابل بها الشرطة المجرية على وجه التحديد، اللاجئين الذين تعرضوا للضرب وكذلك للتنكيل في بعض الأحيان. أستاذ نعمان طرشان، كنت معي عبر الهاتف، في الأخير فقط ولو بإيجاز، يعني كرامة إنسانية مهدرة للكثير من المهاجرين السوريين في عدد من الدول الأوروبية. للأسف ليس هناك لدى الحكومات موقف موحد ولا استراتيجية موحدة. الموضوع طبعا صعب السيطرة عليه، فليس الموضوع فقط فتح الأبواب واستقبالهم، هناك يجب إقامة مراكز لاستقبالهم، مراكز لتسجيل هوياتهم والتعرف على هوياتهم، طبعا خوفا من موضوع طبعا الإرهاب الذي يضرب كل العالم. وهذا ما تطالب به مثلا إيطاليا عبر طرحها موضوع نظام لجوء أوروبي موحد. المشكلة أن الكثير من الدول لا يعنيها الأمر، وخاصة دول أوروبا الشمالية التي تعتبر أن الموضوع يجب أن تحله أوروبا الجنوبية فقط. فالموضوع كما لو أنها أدارت ظهرها للموضوع، وعلى إيطاليا مثلا واليونان حل الموضوع. لذلك الاتفاق اليوم الذي يحاول الوصول إليه أوروبا، في أوروبا فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبشكل خاص إيطاليا، هو طبعا مرفوض من البقية ولديهم تحفظات عليه. اليوم التحدث المفوض الأوروبي، رئيس المفوضية الأوروبية، ينكر عن إمكانية طرح عقوبات على الدول التي لا تقبل بإعادة نشر أو توزيع اللاجئين على حدودها. المشكلة كبيرة جدا. نعم. لنوضح الأمر، الأمر لا يتعلق فقط بهذا الموضوع، فالموضوع أيضا يتعلق بعصابات تهريب البشر وتجار البشر. صحيح. من ينقل هؤلاء اللاجئين ليسوا منظمات خيرية وليسوا منظمات، بل على العكس أغلب هذه المنظمات لها علاقة بمنظمات إرهابية وتسعى للكسب غير المشروع طبعا، وهنا تكمن المشكلة. نعم. واحد هو إعادة الاستقرار للدول التي تنطلق منها طبعا هذا، وحال طبعا نزاعات في وخصوصا في الشرق الأوسط، هذا هو الحل الوحيد أمام أوروبا، ليس لها أي مجال لإيجاد. نعم. حل. نعمان طرشة، الإعلامي السوري والخبير في شؤون المهاجرين، كنت معي مباشرة عبر الهاتف من روما، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.